مام شو طبخ اليوم؟ حبيت المام؟ ييس امي شو طبخ اليوم؟ ملوخية مامي حفظان درسك انت؟ يس مامي. طيب 3 زائد 5 زائد 2 شو؟ 10 مامي. يس ماما برافو. هلا بدي اسمع لك الدرس ان شاء الله ما تكون حافظه. حافظه ماما حافظه. 3 زائد 5 زائد 2 شو بيساوي؟ 7. 7 شو؟ هي صارت هون. يلا 3 زائد 5 زائد 2 شو بصير عنا؟ شو؟ 9. 9 شو؟ لك هاي 9؟ هاد كمان صار هون. يلا 3 زائد 2 زائد 5 شو بصير عنا؟ 5. ماما رح فهمك ياها. تمام؟ تمام. 3 خيارات وليمونتين وخمس بندورات شو بصير عنا هيك؟ بيصير معنا سلطة. سلامتك. محمد ايش دورك محمد؟ لا ابو والله ما يبلى المرض من بعد محمد. لا محمد يا حلي عمل يا بالقلب. ايش سامي حاله مرضان صحيح؟ جبتوا اكل؟ شو اكل نسيناه بالسياره؟ ما في مشكله ابو محمد بطلب لنا اكل. يا محمد كم فروج قوم كلها عمليه بالقلب. ايش عرفني يا محمد؟ لك قوم طلع السيده عم ترجع خي خي خي. يلا يا سلمى افصلني افصلني اشتقنا كميت ام محمد. ترى محمد يا محمد ترى محمد متشيخ بظبط حاله يعني كمان شو يزعل قبل امشوا امشوا خلص امشوا مات يمكن ام محمد. هلا هلا ومرحبا. شفت هذا الرقم عندي؟ ايوه. حضرتك مريتا؟ نو الرقم غلط. ام سوري. نو 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 بروبلم. باي باي باي. الو الو مرحبا. اهلا. مو هون بيت ابراهيم قلي؟ لا اخي النمره غلط. لك كيف النمرة غلط؟ أنا دائر الرقم صح. لا أخي مو هذا البيت نمرة غلط. عفواً ممكن نتعرف على بعض؟ لك أخي والله عمل لك النمرة غلط. لك فهمت عليك النمرة غلط بس خلينا نتعرف على بعض. أنا اسمي سامش النقليلي وانتي؟ لا أخي النمرة غلط. محسوبك غني وشغيلة وتاجر أباً عن جد. لك أخي والله عمل لك النمرة غلط. شو قلتي؟ نروح بكرة نتغدى؟ لك أخي أنت ما بتفهم النمرة غلط العمى. واو نايس فيلم فيري جود. يس حبيبي ايش شايفته؟ هلا بياخد طقس يقولوا لي عنده هي عامل حالها بحبه وهي ما بتطيقه. ايه خلص بقى انا نعرف نقفل الفيلم. نقفل مين ماسكك؟ هذه بيطلع من جنب اخره. ايه هذا ايه
بتغرق بالبحر. شفتي؟ هون هون اجا ياخده هون هون. الحق علي اللي عم بشرح لك. لا تشرحي عم كافي الفيلم. خدا شفتي يا خدا خدا. انكسر مامي. No problem مامي. المهم انت صار لك شير تعبت؟ No مامي. خلص مامي لا تزعل. بكرة بشتري لك واحدة جديدة. Yes مامي. مين كسر؟ لك كسرته يا ابن السرماي؟ جديد ما صار له عندك 3 سنين؟ ما قصدي ماما والله ما قصدي. شو ما قصدك؟ Yes. لك هذا مو اسمه لعب اسمه لك هذا رقم 9 ابن لك هذا مو بس هيك هذا كمان خلي بالك على اسمي افتخر بجمهوري اللي بقلبي حافر وسيم انتو بتبعونا زاحي اللي فيكم بفتخر روس الحقاد بتنا بيدعمكم تنكسر ابو رعد معاك خلي بالك على اسمي افتخر بجمهوري اللي بقلبي حافر وسيم انتو بتبعونا زاحي اللي فيكم بفتخر روس الحقاد